وفي مثل هذا اليوم صادف نهاية سنة 30 للهجرة الموافقة لسنة 51 و600 ميلادية وفاة أبي محجن الثقفي. في هذه السنة توفي الشاعر الفارس أبو محجن الثقفي، ولد في الطائف وكان فارساً شجاعاً وشاعراً مخضرماً، عاش في الجاهلية وأسلم في السنة 9 للهجرة، لكنه لم يقلع عن تناول الخمر فنفاه الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى البحرين. التحق بالقادسية عندما سمع بفتح العراق فسجنه الأمير سعد بن أبي وقاص. طلب أبو محجن من امرأة سعد بن أبي وقاص أن تطلق سراحه ليشارك في المعارك على أن يعود إلى سجنه إن لم تكتب له الشهادة، فاستجابت المرأة وأطلقت سراحه وأعطته جواد زوجها. شارك أبو محجن بالمعركة بشجاعة وشاهده سعد يقاتل الفرس، فقال: أما الفرس ففرسي، أما الشداد فشداد أبي محجن، ولولا أنه في السجن لقلت إنه هو. وبعد أن انتهت المعركة عاد أبو محجن إلى سجنه، ثم علم سعد بما جرى فأطلق سراحه. توفي أبو محجن في جرجان أو أذربيجان. وفاة الشاعر عروة بن حزام. في هذه السنة توفي الشاعر عروة بن حزام صاحب القصة المشهورة مع ابنة عمه عفراء. نشأ عروة وابنة عمه عفراء معا في بيت عمه، فألف كل منهما صاحبة ووعده عمه بتزويجه إياها، لكن أمها غالت في مهرها فرحل إلى عمه باليمن لجلب المهر، فزوجوها لرجل أموي ذي يسار، رحل بها إلى الشام. ولما رجع عروة علم بالأمر وقال: إني راحل إلى منيتي. وفي الطريق أصابته علة ورعدة، فلاقيه عراف اليمامة وسأله عما به، فأنشأ عروة ويقول: أقول لعراف اليمامة داويني، فإنك إن داويتني لطبيب، وما عجبي موت المحبين في الهوى، ولكن بقاء العاشقين عجيب. وفي مثل هذا اليوم من سنة 63 و200 للهجرة الموافقة للعام 77 و800 ميلادية، وقف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفات في مكة المكرمة. وذكر حجاج الأندلس خبر انتقاد الجليق بالأندلس. في هذه السنة واصل عبد الرحمن بن مروان الجليقي انتفاضة على أمير الأندلس محمد بن عبد الرحمن الأموي، وكان مركز تمرده في ماردة، وقد استعان الجليقي بملك جليقة الإفرنجي أفونش، وجرت معارك كثيرة بين الطرفين لم يتمكن بنتيجتها الأمير محمد بن عبد الرحمن من التغلب على الجليقي. وذكر حجاج الأهواز خبر استيلاء الأمير يعقوب بن الليث الصفاري عليها، وكان الأمير يعقوب قد استولى على خراسان وفارس، ثم نزل جند نيسابور وأرسل قائده حصن بن العنبر إلى الأهواز فملكها بعد قتال مع قائد جيش العباسيين علي بن أبان. وذكر حجاج نيسابور خبر خروج الحسين بن طاهر عنها في مرحلة ضعف الدولة الطاهرية في خراسان. دخل قائد عسكري يدعى منصور بن شركب بقواته إلى نيسابور مدعياً الولاء للطاهريين، لكنه سرعان ما تمرد عليهم وأخرج أمير خراسان الحسين بن طاهر عن نيسابور وتملكها، وأمن أهلها مقابل إعطائه ثلث أموالهم. وذكر الحجاج خبر مهاجمة المسلمين لمدينة البندقية. في هذه السنة خرج أسطول إسلامي من قاعدة ثارانت الإيطالية وأغار على البندقية فحاصرها وأوقع بمقاتليها وفرض سيادته البحرية على المنطقة. وفي مثل هذا اليوم ابتدأت سنة 68 و500 للهجرة الموافقة لسنة 72 و100 و1000 ميلادية. خارطة العالم الإسلامي. ابتدأت هذه السنة وخارطة العالم الإسلامي تضم عدة دول، وكان على الخلافة العباسية ببغداد الخليفة المستضيء بنور الله. في الهند وكان على الدولة الغورية غياث الدين محمد الغوري، وكان ملك خوارزم سلطان شاه الخوارزمي.
وكان على سلاجقة العراق ركن الدين ألب أرسلان بن طغرل السلجوقي، وعلى سلاجقة كرمان السلطان بهرام شاه بن طغرل شاه، وعلى سلاجقة الروم السلطان عز الدين قلج أرسلان بن مسعود. وكانت الدولة الزنكية التي تحكم بلاد الشام والموصل قد آل إليها حكم مصر والحجاز بعد سقوط الخلافة الفاطمية بها، وكان على رأس الدولة نور الدين محمود بن عماد الدين زنكي. وكان حكم المغرب والأندلس قد آل إلى الموحدين، وكان سلطانهم في هذه السنة يوسف بن عبد المؤمن المؤمني. دولة الموحدين. تأسست دولة الموحدين على يد قبيلة مصمودة من المغرب وزنات من الجزائر، وأطلق عليهم تسمية الموحدين لكونهم كانوا يدعون إلى توحيد الله توحيدا قاطعا وتنقية العقيدة من الشوائب. في العام 512 أطلق ابن تومرت الدعوة لمحاربة المرابطين، ثم استطاع خليفته عبد المؤمن الكومي أن يستولي على المغرب الأقصى الأوسط، فدخل مراكش وقضى على المرابطين. وبعد وفاته قام ابنه يوسف بن عبد المؤمن بإرسال الجيوش لتقوية إمارات الأندلس، وأقام المشروعات في إشبيليا مثل بناء جامع إشبيليا الأعظم وغيره. بلغت الدولة أوجها في عهد أبي يوسف بن عبد المؤمن وابنه المنصور يعقوب الذي عمل على النهوض بالدولة الموحدية علميا وثقافيا، وبنى المدن وشجع الثقافة، وظهر علماء وفلاسفة كبار كابن رشد وابن طفيل. ووقعت في عهده معركة الأرك عام 591 للهجرة التي انتصر فيها الموحدون على الفرنج، وعقدت هدنة بين ملك أشتال ألفونسو الثامن والمسلمين. في عهد الناصر محمد بن يعقوب تم القضاء على العديد من الثورات في إفريقيا، فيما استغل ألفونسو ملك الفرنج الهدنة لتقوية بلاده، ثم أغار على بلاد جيان وبياسة وأجزاء من مرسيا. فعبر الملك الناصر إلى الأندلس لقتاله، فدعا الملك ألفونسو البابا أنوسنت الثالث إلى إعلان الحرب الصليبية ضد مسلمي الأندلس، فاجتمع للإسبان عدد ضخم من المقاتلين، وقام المسلمون بجمع جيش مماثل، والتقى الجيشان عند حصن العقاب عام 608 للهجرة، فتلقى الموحدون هزيمة قاسية، ولم تقم للمسلمين بالأندلس بعد هذه المعركة قائمة. وبدأت دولة الموحدين تتهاوى بسرعة، فسقطت تونس في أيدي الحفصيين، والمغرب الأوسط الجزائر في أيدي بني عبد الواد الزيانيين، وتعرض الموحدون لحملات مستمرة من المرينيين، ثم فقدوا السيطرة على المغرب الأقصى، وقضى المرينيون على آخر ملوكهم الواثق إدريس الملقب بأبي دبوس عام 667 بعد حكم دام قرابة 150 عاماً.